فجر النهضة المباركة شهدت عمان بشرى التغيير والانطلاق إلى مراتب التقدم ومراحل الرقي والازدهار. وقد جعل جلالة السلطان حفظه الله ورعاه الإنسان العماني محور التنمية والشريك فيها، وأرسى لعمان مؤسسات الدولة العصرية وفق الرؤية والدعائم الحديثة في ميادين العلم والمعرفة. ونحو عمان 2040 سعت السلطنة إلى المزيد من تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها واستكمال البنية الأساسية وتطويرها، كما وجه جلالته حفظه الله إلى ضرورة الاهتمام والعناية بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الداعمة لنموها، والاستمرار في تعزيز رواد الأعمال من الشباب العماني الواعي. ومن منطلق الاهتمام السامي لجلالته حفظه الله برواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت مؤسسة الزبير مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة ليكون منارة لرواد الأعمال العمانيين. وقد وفر المركز البيئة الملائمة لرواد الأعمال من خلال التوجيه والإرشاد والورش التدريبية والبرامج العملية والشراكات التي مكنت رواد الأعمال من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها شركاء المركز وأصدقائه من المؤسسات الرائدة في مجال الأعمال. وقد توج مركز زبير للمؤسسات الصغيرة إنجازاته خلال العامين المنصرمين بجائزة ريادة الأعمال للمؤسسات الخاصة التي تشرف عليها الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. اليوم يضم مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة أكثر من 240 عضواً من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، يقدم لهم كل الدعم والمساندة ليشقوا طريقهم إلى النجاح والديمومة. ويقدم مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة مجموعة متنوعة من الاستشارات في مجال الأعمال من خلال عدد من المستشارين ذوي الخبرة الطويلة، يقدمون لرواد الأعمال الخدمات الاستشارية المتخصصة للمؤسسات الصغيرة بشكل دوري ويساعدونهم على تحقيق أهدافهم. كما ينظم المركز العديد من برامج التدريب وورش العمل في العديد من المجالات التي تركز على مساعدة رواد الأعمال على اكتساب المعارف العملية. وقد هيئ المقر الجديد ليكون أكثر ملائمة لما يحتاجه رواد الأعمال لإنجاز مهامهم وتتبع مشاريعهم خطوة تلو الأخرى حتى يمكنهم من الوقوف على أرض صلبة. يقول جلالته ألقاه الله: القطاع الخاص هو أحد الركائز الأساسية في التنمية الذي يتجلى في تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها وصقل مهاراتها العلمية والعملية وإيجاد فرص عمل متجددة وتقديم حوافز تشجع الالتحاق بالعمل في هذا القطاع. We'll be right back.